نعم، يعني على مدى 3 أيام وقوات وقطاعات الجيش العراقي بصنوف مختلفة بدعم وإسناد من قوات الحشد الشعبي تخوض معارك ضارية في محيط بلد، بالإضافة إلى أنها تتقدم من 3 محاور باتجاه يثرب التي تضم بعض أوكار المسلحين. المعلومات تشير إلى أن المعارك التي خاضتها هذه القوات لم تستمر سوى ساعات قليلة، واستطاعت القطاعات العسكرية من إبادة وقتل جميع القوات المهاجمة في تلك المناطق. هناك أنباء أيضا على أن هذه المجاميع المسلحة كانت تحاول الهرب عبر منافذ باتجاه محافظة ديالى باتجاه حمرين، لكن كانت هناك قطاعات عسكرية مرابطة بمناطق الحاوي أو بالشريط الاستراتيجي المحاذي لنهر دجلة، واستطاعت من قتل هؤلاء المسلحين الفارين. أيضا استطاعت قوات شرطة الحدود من قتل جميع القوى المهاجمة التي هاجمت منفذ الوليد الحدودي غرب الرمادي، وأيضا قامت بتعزيزات عسكرية في تلك المناطق. طبعا أيضا استطاعت مدرعة عراقية في الفلوجة من قتل 10 كانوا يحاولون عملية رصد واستهداف للقطاعات المنتشرة بالقرب من جسر الموظفين في وسط المدينة. طبعا أيضا الجيش العراقي الآن يقوم بعمليات تعزيز للقوات الموجودة في الرمادي وصلاح الدين، وأيضا عمليات تطهير ورفع للعبوات الناسفة. يؤكد قادة العسكر على أن هناك لوجستية جديدة لهذه العصابات الإجرامية تتبعها بعد أن يعني لم تتمكن أو لن تتمكن من المواجهات المسلحة مع القوات البرية، ألا وهي السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي أصبحت ترسلها في مناطق صلاح الدين أو بالقرب من بعض القرى خاصة في مناطق الحجاج، حيث أيضا استطاعت القوات العراقية في تلك المنطقة من قتل 10 إرهابيين تابعين لداعش، وأيضا مصادرة السيارة بعد أن سيطرت على أجزاء من القرى التابعة لقرية الحجاج، وأيضا قامت بالانتشار من وعمل عمليات نوعية عسكرية في تلك المناطق بحثا عن مطلوبين. هناك أنباء أيضا تشير بأن أغلب المسلحين في محافظة صلاح الدين قد هربوا، وخاصة القيادات البارزة لهذه المجاميع المسلحة وبعض المتعاونين من الحواضن إلى مناطق جنوب الموصل التي أيضا تشهد ضربات جوية من قبل الطائرات العراقية على مدى الأيام الماضية في استهداف بعض الأوكار أو بعض التجمعات. طبعا تتخذ هذه المجاميع المسلحة من بيوتات المواطنين سواء في الموصل أو حتى في بعض مناطق صلاح الدين كدروع بشرية أمام الطائرات العراقية أو أمام الفرق المدرعة التي تقوم بإسناد القطاعات البرية في عملياتها. نعم، لنهر دجلة، واستطاعت من قتل هؤلاء المسلحين الفارين. أيضا استطاعت قوات شرطة الحدود من قتل جميع القوى المهاجمة التي هاجمت منفذ الوليد الحدودي غرب الرمادي، وأيضا قامت بتعزيزات عسكرية في تلك المناطق. طبعا أيضا استطاعت مدرعة عراقية في الفلوجة من قتل 10 كانوا يحاولون عملية رصد واستهداف للقطاعات المنتشرة بالقرب من جسر الموظفين في وسط المدينة. طبعا أيضا الجيش العراقي الآن يقوم بعمليات تعزيز للقوات الموجودة في الرمادي وصلاح الدين، وأيضا عمليات تطهير ورفع للعبوات الناسفة. يؤكد قادة العسكر على أن هناك لوجستية جديدة لهذه العصابات الإجرامية تتبعها بعد أن يعني لم تتمكن أو لن تتمكن من المواجهات المسلحة مع القوات البرية، ألا وهي السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي أصبحت ترسلها في مناطق صلاح الدين أو بالقرب من بعض القرى خاصة في مناطق الحجاج، حيث أيضا استطاعت القوات العراقية في تلك المنطقة من قتل 10 إرهابيين تابعين لداعش، وأيضا مصادرة السيارة بعد أن سيطرت على أجزاء من القرى التابعة لقرية الحجاج، وأيضا قامت بالانتشار من وعمل عمليات نوعية عسكرية في تلك المناطق بحثا عن مطلوبين. هناك أنباء أيضا تشير بأن أغلب المسلحين في محافظة صلاح الدين قد هربوا، وخاصة القيادات البارزة لهذه المجاميع المسلحة.